السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. يزي ملعبنا انتهى تويكا، مش نتقدموا نحو الانتصارات، ما عادش عندنا حتى حل. المقابله هذه ضد دريمز الغاني، ان شاء الله الانتصار مكثر جماهير النادي الافريقي، معناها عملنا شالنج، وشكون معناها يطلع النتيجه الصحيحه في الفيديو اللي قبل اللي فات، يعني المكثر ننتصروا 3-2 بلاش 4-5-1 2-1، المهم ديما منتصرين باذن الله، وان شاء الله ننتصروا مهما كان. باش نحكيكم على بعض الامور الفنيه، وثم بعض الامور اللي تخص معناها هذوما جماعه التحالف من اجل النادي الافريقي. هو ثم واحد يمكن انا ما نذكرش اسمه وما نعرفوش، خاطر مادام وصل حكايه بالطريقه ذيك بالنسبه لي انا خير كي ما نعرفوش. علاش لو كليب افريكان في السكه الصحيحه مريقلين عاملين جو، ثم ناس يحبوا النكد، ولكن نطمنكم جماهير النادي الافريقي، الافريقي راهي سوتيان كبير، راهو عندنا سوتيان كبير اكثر من اللي تتصوروا في بالكم. دونك راهي لو كليب افريكان ماشي للانتصارات، صحيح متصير لنا بعض العراقيل. باش نوجه تحيه للكورفانور، معناها ظهر لي حسب ما وصل لنا معناها الدخله نتاع لو كليب افريكان ماهيش باش تتم كيف ما عملوها الكورفانور. يعني الموضوع هذا ما نحبش نناقش فيه برشا، ولكن هاني قلتها كلمه وامضي. ساعات حاجه تاسف، حاجه تغيظ، ولكن اي نقول انا حسب الله ونعم الوكيل وكام. المهم الدخله تاع كليب افريكا معناتها دخله ممتازه، ولكن ثم بعض الامور ماذا بينا معناها الناس تكون ذكيين وما ندخلوش ياسر في الموضوع، على خاطر حتى احنا عندنا حقوق زادة ممنوع باش تتكلم ياسر. المهم مش علينا في الموضوع هذاك. بالنسبه لل كليب افريكا والجو نتاعنا ودنيتنا، وشنو يلزمنا؟ يلزمنا الانتصار في المقابله ضد دريمز الغاني، على الاقل اقل شيء نتيجه زوز بلاش فما اكثر. فريق دريمز الغاني فريق متوسط الامكانيات، الترتيب نتاعو من بينات العاشر حتى الرقم 14. البطوله الغنيه فيها 18 فريق، الفريق ماهوش في حاله ممتازه الجمله، معناها في حاله سيئه. دونك كليب افريكا فينا سقط تصاعدي، مستوى نتاعنا الاصل نتاعنا راهو في رابطة الابطال الافريقيه، ولكن نمشيو درجه درجه ما عندنا حتى مشكل. هذيك هي معناها يلزم نمشيو بالطريقه هذيك اللي نوصلوا نتحصلوا على كاس الكاف، وبعد تو نوليو نشاركوا في كاس رابطة الابطال الافريقيه، وتتحسن الامور اكثر فاكثر، وتولي الموارد الماليه نتاعنا تولي كبيره. على ذكر الموارد الماليه، بن عياده الملاعب الجزائري هذايا معناتها اللي استغل ظروف معناها هفوات معناها اداريه قبل في الكليب افريكا، معناتها حصلت له في 80,000 دينار معناتها اختيه من الفيفا، بعثوها لنا مازالوا كيبعثوها لنا. ونفس الشيء يعطيه الصحه يوسف العلمي والاداره نتاعنا، فيسع جاوب الفيفا وفيسع راسلوا الفيفا ودفعوا 80,000 دينار. دونك اختيه من الخطايا نتاع الماضي قاعده تخلص، وهذه حاجه باهيه، وتهناو على النادي الافريقي. رانا ديما في السكه الصحيحه، راهي النادي الافريقي قاعده تتقدم، رانا مهما يكون رانا قاعدين نتقدموا، راهو حطوها في بالكم هذه. راهو ثم ناس راهم بسم الله المانع الستار، راهم ثم ناس معناتها لطفوا برا، ما همش متاع تفاؤل، ما همش متاع خير من الاخر. الناس هذوكم يبعثوا في الموجات السلبيه، ان شاء الله ترجع عليهم الموجات السلبيه. يعني شو باش نحكي لكم حكايه، اول حاجه الدخله نتاع كليب افريكا هذاك موضوع ونعرفوه. في صورة ما مثلا تمنعت الدخله نتاع كليب افريكا، يا جمهور النادي الافريقي ويا كورفانور، تعرفونا نحبوكم الكورفانور والوينيرز والفانديرز، كلكم رانا نحبوكم، راكم انتم الدعم الاولاني نتاع النادي الافريقي، ولكن مش نطلب منكم، راهو بكل لطف. كيما هاش باش تصير الدخله نتاع كليب افريكا، ما هو اكيد باش تتغشوا ولا لا؟ باه وقت اللي تتغشوا يا مجموعات النادي الافريقي، حطوا في بالكم، انت انسان كيبدا يحب ام وبوه، ما هو ما يقلقهمش ولا لا؟ ما هو يخليهم مثلا يعيشوا في رفاهيه ويفرهدهم وكل شيء. باه انتوما الكليب افريكا، ما امنا وامنا الكليب افريكا وبونا، هذيك اللي تربينا عليها، هذيك هي معناها بتاعنا. باه مش نطلب منكم بكل لطف، مش تصير لكم بعض الاستفزازات، واش علينا من شكون وشكون؟ واش علينا اذا كان صارت لكم الاستفزازات؟ الكاف راهي قتلك تشعل فلامك، هو فلام راني نعطيك عقوبه. حتى الترجي والنجم عملوا بيانات،
عملوا بيانات على اساس ما تشعلوناش الفلامات على فرقهم. النجم الساحلي اللي يمشي يمشيوا للملعب رادس يمكن حكايه ألف نقول واحنا ولا 500 واحد باش يشجعوا في رادس ضد الترج. عملوا بلاغ على اساس ردوا بالكم تشعلوا فلام، يعني ما عندهم من يوصلوا اما ردوا بالكم. دونك رد بالك طرف من بقذوفات على في الميدان على الملعبيه، راهي عقوبات الكاف مش تكون عقوبات وخيمه. يعني واعيين انتم يا جماهير النادي الافريقي اللي صار لكم استفزاز باش ما تعملوش دخله، باش اذا كان تردوا رده الفعل تكون رده فعل خايبه ونكونوا وقتها ردوا بالكم، ردوا بالكم. تنبيه جمهور النادي الافريقي، الملاعبيه نتاعنا حمدي العبيدي، اسكندر العبيدي، غيث الزعلوني، معز حسن اللي تحبوهم ما هكا ولا لا، زهير الذوادي، فلان فلان، المزياني، كلهم قالوا لكم نطلبوا منكم بكل لطف جماهير النادي الافريقي ما ترميوش المقذوفات، ما تشعلوش الفلامات، شجعوا كيما الانجليز، اعملوا جو كيما الانجليز، غنايه صوت موحد، الي 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 الافريقي الي الي، تمشي الامور كزيد فوق العلالي، تمشي الدنيا كزيد فوق الماء. باش نبداو متفاهمين لو كليبستي كل، ردوا بالكم الاستفزازات، تشجعوا النادي الافريقي بكل قوه، ولكن المواجهات غير موازيه ما نحبوهاش. خلينا ديريكت مون نتوجهوا ننتصروا على فريق دريمز الغاني ونتعدوا اللي بعده وتهناوا على النادي الافريقي، راهي في ضمانتي انا. خليوا لو كلوب تكور تو تشيخ وتعملوا جو، راهو اك التنكيس باهي. باش نعطيكم الحاجه من الحاجات اللي يعملوها، ولكن الحمد ربي اللي نبيل ريغن سبور يحكي في كل شيء. شفت الحاجه اللي نحكي فيها عباره عقده وحليناها من الاخر، هاو باش تبداو متفاهمين، نبداو متفاهمين. تبدا عقده وقتاش ما تحلش العقده، وقت اللي ما تحكيش عليها، وقت اللي الخبايا نتاع الامور ما يراوش شكون يحكي عليها، وقت العقده هذيك تقعد كما يقولوا فاهم من شر النفاثات في العقد. هذاك اللي ما يدريوش والغافلين العقده هذيك تقعد، اما وقت اللي نحكيو على اقل عقده حطوا في بالكم راهي تنفجر دف انتهى. دونك باش نحكيكم على الحكايه اخرى، ما نحكينا على الكورفانور قلنا الدخله يا ولادي راهو استفزاز مش مشكل لاباس نتجاوزوها نتعداو للي بعده، اللي بعده نشجعوا بكل روح رياضيه، نعيشوا في بلاد واحده نحبوا بعضنا الناس الكل، ماذا بينا الناس الكلنا معناها نكونوا صافين مع بعضنا باش ربي يعطينا في البلاد هذه الصغيره. بعد نجيو لوسام يحيى، سمعنا وسام يحيى ممكن ياسر باش ما يشاركش في المقابله، معناها عنده اصابه طفيفه. باهي يا رندرا، الناس اللي تفهم كوره يا رندرا، كي انت تهبط راهو نعرفها، راهي ثم باج هذه انا فسختها، ثم باج في الفيسبوك مهبط هو الولادي اللي بداها خساره كبرى وسام يحيى، هذاك فسخته وانا عملت له بلوكاج. تعرف علاش؟ خاطرو ديما يعمل فيها، نتبع انا في كل شيء الاخبار الكل، كل ما تبدا حاجه في الكليب افريكان مش نعملوا جو يهبط يحاول يلقى مشكله. تي انت عبد، انت نورمال، انت احمق لطفي ربي مش نورمال. حاسب وسام يحيى موش بشارك، ها مش نبيل ريغن سبور باش ينورك، باش ينور الجمهور الرياضي بتاع تونس. تي فرحه صح وفرحه كي ما يلعبش وسام يحيى. وسام يحيى انا نحب جولدن بوي اوكي، مش نحكيكم كوره، انا نفرح كي وسام ما يكورش اساسي، نحبو يلعب روبلاسون. تعرف علاش؟ على خاطر بيكورو مكانه واضح، بيكورو مكانه واضح. اذا كان وسام يحيى يلعب واحمد خليل بطبيعته المدرب هذا يموت عليه موتان، معناتها ما نتصورش يسلم فيه. يعني احمد خليل باش يلعب مع وسام يحيى وبيكورو على البنك، تو هل يعقل هذا؟ تو هل يعقل نكتف يدي انا تو نبقى نعمل هكا؟ تو هل يعقل هذا؟ معناها بيكورو في بالك، باش نعطيكم حكايه راهو مش تتصدموا. فريدريكو بيكورو الجوله الثانيه نتاع تصفيات كاس العالم 2026 اللي دارت، منتخب غينيا الاستوائيه ما هو في نفس المجموعه نتاع المنتخب التونسي، منتخب غينيا الاستوائيه شكون الملاعب احسن ملاعب اختاروه؟ هو فريدريكو بيكورو، مش في منتخب غينيا الاستوائيه، ما صاب احسن لاعب في الملاعبيه اللي شاركوا في التصفيات نتاع الجوله الثانيه نتاع كاس العالم 2026. كان نقول لكم النجوم المتواجده ما ثم حتى ملاعب تونسي الساعه، باش تبداو متفاهمين. النجوم محمد صلاح محطوط في الليست، محطوط في الليست حكيمي، يعني ياسين بونو مش عارف شكون، راهي تو نهبط هيكم كان هكا في الواحد باش تعرفوا قيمة
راهي شيء كبير. طبعا هبطها قبل ما يوصل الفيديو هذا تلقاه هبطت في الشورت، شكون الملاعبين متواجدين احسن ملاعبيه في يعني في القاره في المسابقه هذه بتاع الجوله الثانيه، يعني بيكورو القاره الافريقيه الكاف ومحللينها ودنيتها وكل شيء يختاروا بيكورو كاحسن وسط ميدان في افريقيا في الجوله الثانيه بتاع تصفيات كاس العالم. وتجي انت سايب ماشي في بالك انت بيكورو ماهوش عاجبك، بيكورو ماهوش كوارجي، سايب عليك يا سعد سايب راك غلط يا ودي، شبيك فاش تحكي يا غلط، راك غلط غلط، تحب يقولك صحيح لا راك غلط، صلح روحك بيكورو توتيلير. وماذا بيا يوسف العلمي تدخل، كان ما يلعبوش تدخل، انا مش نتنرفز كان ما يلعبش بيكورو راه بصراحه مش نتنرفز، انا ما نقبلهاش، تسيب الراجل يكور، تسيب الراجل يكور، اختانا عاد سيبو تو يماركي لك هدف، تسيبو يعجبكش تو شاد لي في احمد خلينا مسيب بيكورو يعجبكش، ركز ركز يا سعد سايب راك غلط، راك غلط والله غلط، كان ما تلعبش بيكورو غلط اخي، انت دريمز الغاني ضعيف، ثم فرق اخرين قويه باش تحقلو. وهاني قلت لك انا احسن ملاعبي في افريقيا وسط ميدان بيفو هو بيكورو، اختاروه مانيش انا، هم اختاروه الكاف، هي ملكة هو خويا منتخب غير الاستوائيه في المرتبه الاولى، بيكورو الكابيتان نتاعهم هو اللي ديريجي في ليكيب، كل باس يعدوه لي هو، ثم ديفو صارت في الكريب احمد خليل ما يحبش يعدي باس لبيكورو، تنبه على احمد خليل قولوا عادي باس للملاعب نتاعنا راه هو هذاك باش يفيدنا، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي، راه هذه نصيحه كما قلت لكم عقده من العقد وتكي فسخ علينا فهمتني. لوكليب افريكا معناتها انا الرا بالتشكيله نتاعنا الامور تمشي على العال، ننتصروا باذن، انا متفائل بصراحه، انا متفائل وشيخ تفائل ونحكي راي كرة قدم صحيح، كرة قدم صحيحة لكلوب أفريكا في السكة صحيحة تنجم تربح بكل سهولة بإذن الله، إن شاء الله نربحوا به. هذا معناها الأخبار متاعنا إن شاء الله، وزيد التفاؤل ونبث فيه للجمهور متاع النادي الإفريقي، نحب الجمهور يكون في فورمة وما تعملوناش المشاكل، خلي الأمور مريقلة نربحوا ونتعداو للي بعده، ما نحبوش عقوبات ينحونا ثلاثة نقاط ولا أربعة دكاكة كم ضريتوا لكلوب، يخلي لوكليب تمشي، خلي تمشي تو نولي ومغمضين علينا لوكليب تربح، خليها تمشي من الاول، خلينا نعملوا بدايه في الكاف، خلينا نتألقوا، كانكم يا جمهور لوكليب يا كورفانور كانكم على الدخلات تو نعاودوا مليار الف دخله، مشكله هي المشكله هي دخله، تو نعملوا دخلات الاف الدخلات، تهنئوا على كلوب افريكا، تهنئوا يا ولادي شجعوا وما ثم حتى مشكل، ولكن في الروح الرياضيه واحترام المنافس واختانا من الدبابز المطيشه، راهو المقابله هذه بالذات جميع الفرق اوساط على الجماهير نتاعها باش ما يرميوش الدبابز، البارح شباب بالوزداد تيران بريسك معبي ومرماو حتى وما عملوا حتى فلاو ومرماو حتى دبوز، دونك نحترموا القانون هذايا اللي موجود في الكاف باش ما تصيرناش اشكاليات وما تصيرناش عقوبات، من فضلكم ويرحم والديكم ويعطيكم الصحه، ورانا نحبوكم الجمهور الافريقي والكورفانور وتو نعملوا مليار الف دخله. تو نعملوا الدخلات كيف ما تصوروا في بالكم، وهاو مازال فيكم نهار كامل، ان شاء الله الرئيس الدولة قيس سعيد يتدخل في يتدخل وان شاء الله تتم الدخلة تاع النادي الافريقي، كان ان شاء الله كان سمعنا ورئيسنا اللي نحبوه ونعزوه ونقدروه وهو اللي الدخلة اللي ما نحبش نحكي فيها على خاطر ممنوع علينا في باش نوضحوا، ولكن اذا كان ثم تدخل ان شاء الله تتم الدخلة تاع كلوب افريكا وان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله انا عندي تفاؤل ان شاء الله تتفضل الامور وان شاء الله توصل الدخل نتاع كلوب افريكا، ورانا نحبوا جماهيرنا، ولكن التحالف من اجل النادي الافريقي راكم زلطتوا، انا باش نقولها لكم بالفلاقي، راكم زلطتوا في حق النادي الافريقي، وفي على الاقل تلوجوا على البعد ديفو، معناها وقت اللي الدنيا راكحه وكل شيء تلوجوا على البعد ديفو باش تثيروا بلبله، شنو باش تربحوا ما تربحوا شيء. بالنسبه البشرة اللي نقولها لجماهير النادي الافريقي هي اللي كانوا وسام يحيى ماهوش باش يلعب، راهي بالنسبه لي انا بشرى باش فريدريكو يكور مقابلته اساسي ونبداو في كره صحيحه وفريدريكو يفرض وجوده وننطلقوا باش نوليو احنا الفريق رقم واحد مع القائد بيكورو ان شاء الله اللي انا نمن بيه احسن لاعب في الكليب افريكا، ويسام يحيى كيف كيف ان شاء الله على البنك في القادم الجولات ويفرض وجوده وكل شيء، وسام يحيى حاجتنا بيه اكثر حاجه عام السنة حاجتي بيه انا واحد من الناس في المسابقه، حاجتنا بيه خاصه في المقابلتين نتاع البطوله ضد الترجي الرياضي باش يحطم الرقم القياسي كاكثر لاعب مشارك في الدربيات في تاريخ
المقابلات بين النادي الافريقي والترجي الرياضي. هذا الركور نحبك تحطمه يا وسام. ابار سا مثال كي يحط كروباسون، خاطر راو بيكورو هو اللي حاشتنا به. بيكورو راو الحاجه اللي مش تربحني هي اللي نمشي بها، نعمل كيما غوارديولا. راه غوارديولا ساعات يخرج هالاند، غوارديولا عملهم الكل، راه بريسك عملهم الكل، كان تفرجوا في مانشستر سيتي عملهم الكل، خرج هالاند. هالاند ماركي خمسة عام ناول مع فريق سويسري كاد يماركي ثمانية وتسعة، خرجوا هالاند، خرجوا غوارديولا. علاش خرجوا؟ قال لهم نحافظ عليه باش ما معناها ما يحطش الثقافة نتاعو اللي هو مش يسجل ثمانية أهداف مع فريق ضعيف، نهار اللي تصير له ما يسجلش اهداف تصير له ايشوك. دونك خلي الملاعب نتاعي يخرجوا في دقيقه 70، وخلي يحس اللي انا ظلمته، وخليه يكبس روحه في مع الفرق الكبرى، وهذا هو المطلوب. نفس الشيء وسام وغيره. معناه التشكيله نتاع النادي الافريقي ان شاء الله انا واحد من الناس راها واضحه ما فيهاش حتى نقاش، خاصه المقابله ضد دريمز. معز حسن الحارس مرمى، غيث الزعلوني على اليمين، على اليسار محمد امين الحمروني، قلب الدفاع عامر العمراني وتوفيق الشريفي، بيفو بيكورو، بيكورو فقط بيفو يلعب بيكورو فقط. معناها في الديمي، ديمي دروا غيث الصغير، ديمي جوش بسام اسرارفي. الثلاثه المهاجمين انا هكا نلعب مع الفرقه هذيك، ثلاثه المهاجمين الطيب المزياني كينغسلي ايدو ومعاهم حمدي العبيدي، تكون تشكيلة عالمية وسهلة وهجومية. أنا واحد من الناس نطلب منك يا سعد السابي حط أحمد خليل على البنك وتفكرني تو تزيد اللعبة تمشي، مش معناتها كالعادة مش تحامل على أحمد خليل، ولكن حطه على البنك وخلي تشكيلة هجومية. تحب تلعب أحمد خليل مش ميسيلش على كيفك، مش ترسيك الضحي معناها مهاجم حمدي العبيدي اللي احنا نحبوه، حمدي العبيدي ونعرفوه هو ديما يقود في النادي الافريقي ويسجل. وسيد سابي مش طلب منك، راه مش تغشش عليك، كان تلعب حمدي العبيدي ربع ساعه الاخرى فقط، كان ما عندكش نيه باش تلعب حمدي العبيدي. راهو حمدي العبيدي لعبوا على الاقل 100 الشوط الثاني، يهبط بدقيقه 60 ما يهبطش بدقيقه 80، شنيه بلعب كبير يهبط دقيقه 80 يعجبكش تو؟ هذه معناها اخر الكلام نقوله. ان شاء الله ملتقانا معناها بعد الانتصار على دريمز الغاني، وبقدره الله ان شاء الله ثاني بلاش للنادي الافريقي، وفيفا فرزه السياره.